انت يا بنت انت. نعم يا تيتا، نزلي رجلك من على الفرشة. حاضر، ممكن حضرتك تحليلي المسألة دي؟ مسألة؟ مسألة ايه يا اختي؟ يعني هتطلعي دكتورة؟ قومي يا اختي نظفي الشقة واكنسيها. طب اخلص المذاكرة اللي عليا وبعد كده قوم اشوف الشقة. لا يا اختي مفيش مذاكرة، هات الكتب دي. يا دعاء يا دعاء. في ايه بس يا ماما، مالك متعصبة ليه؟ حوش البنت دي من قدامي، بنت جوزك دي. ايه حرقت دمك زي ما بتحرق دمي؟ يلا يا بنت يلا خد المقاشة وقومي اكنسي الشقة. قومي يا اختي اعملي لك حاجة بدل ما انت قاعدة كده. حاضر يا طنط حاضر. ايوه يا اختي نظفي نظفي، ولا تكوني مفكراني الخدامة اللي ابوكي جابها لك. نظفي الارضية كويس، وبعد ما تخلصي ادخلي اغسلي المواعين. مش عارفة ايه امور السهواكة بتاعتك دي، المفروض انت اللي تعملي كل حاجة وانا اقعد في البيت ده حتى رجل على رجل. ما انت يا اختي اللي عودتيهم على كده. قال ايه مذاكرة؟ خدي يا اختي شيلي الكتب دي. يلا يا بنت خلصي وادخلي اغسلي المواعين ونظفي المطبخ. تعالي تعالي يا دعاء اقعدي وارتاحي يا بنتي. هي راحت فين المزغودة دي؟ ما تجيبيليش سيرتها بقى يا ماما، انا ساعة ما بسمع سيرتها كده ولا بشوفها ضغطي بيعلى. ومين سمعك يا بنتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة عاملة ايه واخبارك ايه؟ ازيك يا احمد يا ابني، كويس الحمد لله. انت اخبارك ايه يا ابني؟ الحمد لله يا حاجة نحمد ربنا. طب انا هدخل بقى كده ايه يا اولاد اوضب لكم العشاء. ماشي يا ماما. ماشي يا حاجة وماله؟ ايه يا احمد اتأخرت ليه؟ كنت فين ده كله؟ كنت عند رانيا بشوفها كده، اصل طلعت بدري يعني من الشغل، قلت اما اروح ازورها كده. اه رانيا، طب بقول لك ايه، بمناسبه رانيا بقى كنت عايزه اقول لك حاجه. ايه خير؟ الاول بس طمنيني حبيبه عامله ايه؟ كويسه يا اخويا، مالها حبيبه؟ عايزه اقول لك يا دعاء حبيبه ملهاش حد خالص بعد ربنا غيرك انت، وانت وعدتيني انك هتعمليها بما يرضي الله وتعمليها زي بنتك. الله في ايه، ما انا بعملها بما يرضي الله وزي بنتي. بس انا عايزه اقول لك حاجه، يعني بما انك كنت عند اختك وكده وفتحت السيره. خير؟ انت عارف يا احمد يعني ان انا لسه عروسه جديده، والمفروض يعني اتهنى كده بشبابي وافرح مع جوزي وجوزي يفرح بيا، مش تشيلني فوق دماغي كده وفوق طاقتي وتخليني اربي بنتك. دي مسؤوليه، مسؤوليه كبيره قوي عليا، وبعدين البنت مش صغيره، يعني مسؤوليتها كبيره وطلباتها كتير. مش فاهم يا دعاء، يعني انت عايزه تقولي ايه؟ انا بقول تاخد حبيبه بنتك توديها عند رانيا اختك. انا بقول يعني ان رانيا اختك ما بتخلفش، وجوزها ظابط، ظابط قد الدنيا ومعاهم فلوس كتير، ودي لها بنتك اختك تربيها. ايه اللي انت بتقولي ده؟ انا ايه اللي يجبرني ان انا ودي بنتي عند اختي؟ حتى لو اختي ما بتخلفش، دي بنت ضنايا ازاي تبعد عني؟ طب خلاص انا عندي حل، وديها عند اختك 4 ايام وهاتها لي هنا يومين، ايه رايك بقى؟ ليه ده انت شكلك اتجننتي. في ايه يا احمد، انا بتكلم معاك، قالوا الحل ده. انا بنتي ما تبعدش عني يوم واحد، انا مستعدة اضحي باي حاجة في الدنيا عشان خاطر بنتي وعيون بنتي. انا اتجوزتك مخصوص عشان بنتي، عشان تراعيها وتخلي بالك منها، وانت اشترطت عليا ان امك هتبقى معاكي وانا وافقت، كل ده علشان خاطر بنتي. ما اقدرش على مسؤوليتها يا احمد. انت عايزة بنتي تمشي وتسيبني؟ ده الدنيا كلها تمشي الا بنتي. انسي الكلام اللي انت قلته لي ده، مش عايزك تفتحيه تاني. في ايه يا ابني، في ايه بتزعقوا ليه؟ في ايه يا دعاء، ما تفهموني. بنتك باين عليها اتجننت يا حاجه، حاولي تعقليها. انا اتجننت برضه يا احمد؟ بنتي عملت ايه يا احمد ما تقولي؟ اساليها يا حاجه، اسالي بنتك. في ايه يا بنتي بس؟ كل ده عشان بقول له ودي بنتك عند اختك. اه طيب طيب، جرى ايه يا بنت انت؟ هو انا كل ما ادخل هنا ولاقيكي ماسكه الكتاب ده؟ قومي قومي من وشي. في ايه يا طنط بذاكر؟ هات الكتاب يا ماما دعاء. انا مش ماما يا بنت، ما تقوليليش يا ماما. يلا قومي من هنا، وادي الكتاب بتاعك اهو في الارض. ليه كده بس يا طنط ليه؟ في ايه يا بنتي مالك منرفزه نفسك كده ليه؟ معرفش يا ماما، كل ما اشوف البت دي ايه اللي بيحصل لي، ضغطي بيرتفع وبيركبني 100 عفريت. بصي يا بنتي هدي اعصابك خالص كده، وانا عارفه بقى انا هعمل ايه وهتصرف ازاي. ما بحبش اشوف البت دي قدامي. قولي لي يا ماما عايزه تعملي ايه، عايزه اخلص. لازم لما تخططي خطه تخططيها صح. سيبيني بقى. طيب ماشي لما نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام، جاي بدري النهارده يعني عن كل يوم؟ لا اصلا انا كنت مظبط مع حبيبه ان انا اخرجها النهارده، قلت لها تيجي من المدرسه تنام شويه كده عشان اخدها اخرجها. هي حبيبه اصلا لسه ما جاتش من المدرسه. بتقولي ايه؟ ازاي ما جاتش من المدرسه لحد دلوقتي؟ ما جاتش، انا قلت يعني يمكن خرجت تلعب مع حد من اصحابها، ولا عدت على عمتها ولا حاجه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده ميعاد خروجها كان من ساعتين. وازاي بتتكلمي بالبرود ده؟ انت ازاي حتى ما اتصلتيش بيها في التليفون تعرفيني؟ ما اعرفش بقى. ما تعرفيش؟ انا شكلي كده نسيت التليفون بتاعي في الشغل، حتى التليفون اللي معاكي ده. هي يعني هتروح فين يا احمد؟ تلاقيها بتلعب مع حد من صحابها. الو ايه يا رانيا، قوليلي حبيبه عندك؟ بتقولي ايه ما جاتلكيش؟ يعني ايه؟ طيب ماشي اقفلي. يعني ايه الكلام ده؟ انا بنتي راحت فين؟ دي مفروض طالعه من المدرسه بقالها ساعتين. ما اعرفش بقى يا احمد.
ده انت بني ادم بارده ما عندكيش ريحه الدم. الراجل اتجنن. انا خايفه قوي يا ماما. قولي يا رب. قولي يا بنتي افتحي. الله احمد طمنا طمنا، عملت ايه؟ ايه يا ابني عملت ايه؟ فين حبيبه؟ طمنا. دورت عليها في كل مكان، ما سبتش مكان ما دورتش فيه، مش لاقيها. يا لهوي، ده انا كنت قاعده قوي خايفه عليها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ده انا رحت حتى لجوز اختي، رحت له الاسم. لا ما اقدرش استغنى عن حبيبه ابدا. طب وجوز اختك قال لك ايه؟ قال لي مش هينفع يعمل محضر باختفائها، لازم يعدي 24 ساعه. يا مصيبتي، تكون راحت عند حد من اصحابها يا ابني. مش عارف، انا اصلا ما اعرفش اصحابها، بس جوز اختي وعدني ان هو هيدور عليها من دلوقتي. يا ترى انت فين يا حبيبه؟ هندور عليها فين دلوقتي؟ اه يا بنتي يا حبيبتي، يا ترى انت فين يا بنتي؟ هعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه، انا عايز بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ربنا يستر من جوز اخته ده. اهدى طيب يا اخويا، ان شاء الله هنلاقيها، قلبي معاك. ما تعمل حاجه يا عمرو. بص يا احمد، انا مش عايزك تقلق خالص، الموضوع ده انا ماشي فيه انا وكل الضباط اللي معايا، مش انا لوحدي. انا بلغت كل الاقسام اللي حواليا، وكل اسم بيعمل اللي عليه وبيشوف اللي عليه. مش عايزك تقلق خالص، بنتك ان شاء الله هتكون في حضنك. انا مش هنام ولا ارتاح ولا احط راسي على المخده غير لما تكون بنتي في حضني. انت فاهمني؟ فاهم كلامي يا عمرو؟ فاهمك يا احمد والله، قلبي معاك. اهدى يا اخويا. الو، ايوه، امتى الكلام ده؟ طب رحت هناك ولا لسه؟ طب روح انت هناك، انت والبحث الجنائي، وانا هاجي لكم هناك على طول. يلا مع السلامه. طمني يا عمرو، طمني. طمني يا عمرو، طمني، لقوا بنتي؟ اهدى يا احمد اهدى. طمني يا عمرو طمني، ما تخبيش عليا حاجه. احنا جالنا بلاغ دلوقتي في القسم ان في عامل نظافه لقى جثه في مقلب زباله. ايه بتقول؟ ايه جثه؟ بتقول ايه يا عمرو؟ يا خبر ابيض. مش عايزك تقلق ابدا يا احمد، انا هروح اشوف في ايه. يا رب ما تطلعش بنتك. انا هاجي معاك يا عمرو، هاجي معاك. تيجي فين بس؟ اهدى كده. لا هاجي معاك يعني هاجي معاك. طب خلاص تعالوا تعالوا انتوا الاثنين. بقول لك ايه، هنجيب دعاء معانا. لا ما تجيبيش حد، يلا يلا بينا. انا خايفه قوي يا ماما، خايفه، جسمي كله بيترعش، هموت من الخوف. بنتي بنتي حبيبتي يا حبيبتي يا بنتي. انا خايفه قوي يا ماما، خايفه قوي. ايه ده؟ انا خايفه لحسن الضابط جوز اخت ده يعرف كل حاجه ويعرف ان احنا اللي عملنا كده. دي فيها اعدام، فيها اعدام، هيعدمونا. طب وطي صوتك، اسكتي خالص، بقك ده لو اتفتح ما انتش عارفه هعمل فيكي ايه. انت كنت عايزه تخلصي منها واديني خلصتك منها، يبقى تسكتي خالص بدل ما خليك تحصليها وانت عارفه انا هعمل فيكي ايه. اديني ساكته، مش هفتح بقي. هو احنا كان حد شافنا لما؟ دعاء يا دعاء. ايوه يا ماما، تعالي عايزاكي. بقول لك ايه، انا حطيت لها حاجه هنا في العصير، خدي الدهوله تشربه بقى، يلا بسرعه. حاضر حاضر، خدي يا حبيبه اشربي العصير ده. شكرا يا ماما دعاء. بس بقول لك ايه، عايزاكي تشربيها كلها. حاضر حاضر يا ماما دعاء. طعمه غريب قوي. اشربي يا حبيبتي، ده جميل، اشربيه كله. يلا يا دعاء، يلا بسرعه نحطها في الشنطه دي. شيليها شيليها بسرعه، يلا حطيها في الشنطه دي. ادي احنا حطيناها في الشنطه، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا خايفه حد يشوفنا واحنا نازلين بالشنطه. ما تخافيش، احنا هناخدها على اول الشارع ونرميها في مقلب الزباله اللي هناك. ايه ده احمد اخويا، واقف كده ليه؟ يا احمد يا احمد. اه قلبي قلبي. اخويا اخويا، مالك يا اخويا؟ مالك يا احمد مالك؟ في ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ رد عليا يا احمد، رد عليا. لا يا احمد لا يا احمد، سيبني سيبني اخلص عليهم، هم دول اللي خلصوا على بنتي. اسمعني يا احمد اسمعني كويس، ما توديش نفسك في داهيه علشان خاطر دول، دول ناس ما يستاهلوش. احنا عرفنا كل حاجه، هم دلوقتي طلع لهم امر ضبط واحضار. يا لهوي. الاساتذه نسيوا ان كان في كاميرات في الشارع وصورتهم من اول ما خرجوا من باب البيت لحد ما رموا البنت في مقلب الزباله. ما توديش نفسك في داهيه، المباحث جايه ورايا. بنتي بنتي يا عمرو، انت انت اللي تاذي بنتي. ليه ليه تعملي كده؟ ده انا اللي دخلتك بيتي، ده انا كنت باكلك من عرق وشقايا، وفي الاخر تخلصي على بنتي. يا كلاب يا كلاب، مش هسيبهم مش هسيبهم، لازم اخلص عليهم زي ما خلص على بنتي. ليه عملتوا كده؟ ليه عملتوا كده يا مجرمين؟ دول ما يستاهلوش يا احمد. اهدى يا احمد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا مفتريين. عملت فيكم ايه الطفله البريئه دي؟ واخويا اثر معاكي في ايه عشان تعملي في بنته كده؟ ده كان سايلك من على الارض شيل. يلا انت وهي ادخلوا اقعدوا في الاوضه جوه لحد ما المباحث تيجي. يلا يا زباله انت وهي ادخلوا جوه. عايزك تفرح يا احمد، حق حبيبه رجع لها، ودعاء امها تعدم وخلاص. لازم تشد حيلك يا اخويا. عايزاني افرح؟ افرح عشان ايه؟ عشان جبت بنفسي اللي خلصوا على بنتي.
لو كان حد يستحق الموت فهو أنا. أنا اللي معرفتش أختار زوجة صح تحافظ على بنتي وتخلي بالها منها وتحافظ لي على بيتي. أنا لما اخترت دعاء اخترتها بعقلي، عشان ساعتها قلبي كان مع بنتي. معلش يا أخويا، استهدى بالله، بنتك دلوقتي راحت للي أحسن مني ومنك. شد حيلك أمال يا أخويا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرك يا أخويا يا رب. إيه ده حبيبة؟ حبيبة يا حبيبتي يا بنتي، تعالي في حضني، تعالي في حضني يا حبيبتي. يا رب يا رب صبرني يا رب، لا لوم ولا اعتراض على حكمك يا رب.